أنا متعودة عليك بأدوار كوميدية مثل بيت الطين، ماضي يا ماضي، شلون راح تشوف تفاعلهم؟ راح يشوفوك بشخصية فلاح بقصة، يعني تراجيدية وكوميدية. الفنان بحد يعني هو نفسياً إنه لازم يكون عنده يعني الإمكانية ونكران ذات لكل شيء، يعني مو مخاطرة. لا مو طبعاً مو مخاطرة، لا هذا يعني أغلب الأعمال كنا قبل نقول إنه الممثل لازم يشتغل كل شيء حتى يصير له رصيد وتنسق الموهبته. الآن إحنا يعني أخذنا خبرة ولو بسيطة، نقول يعني من نهول الموضوع، إحنا أخذنا خبرة بسيطة نقدر نستغل هاي الخبرة بالأعمال. فاللي جاي لازم تكون يعني موضوع اختيار، نختار بعد ماكو كم، نختار نوعية، لأنه في ظل الانتشار السريع للشخصيات كان صار من الممكن إنه أي شخص ينزل له فيديو على أحد برامج التواصل الاجتماعي وينتشر. لكن بالنسبة إنه يعني عندنا ناس يعني تحاسبنا وتعاتبنا على شيء مو بالمستوى. السينما حلوة. إيه طبعاً. وأنت مؤخراً شاركت في الجنائن المعلقة، وهذا قبل تقريباً أيام مهرجان السينما. يا عماني. اللي صار مؤخراً في بغداد. هو شارك في. ومشارك الفيلم موجود من ضمن الأعمال المشاركة، وحتى كان حضور عربي. ما كنت موجود بالمهرجان؟ لا. ليش؟ لأنه علاقتك بجبار جودي مو تمام؟ لا صديق دكتور أكيد. جبار كل أنا ما عندي مشكلة، حتى اللي عنده مشكلة وياه يعني نوجه تحية طبعا دكتور جبار جودي، بس احنا دائما نشاكس. اي لا لكن هو مرت بالظروف وفاة الوالدة فما قدرت احضر. السينما عالم اخر، الدراما لها لذة والسينما لها لذة اخرى، بس الفنان لازم يعني المفروض يعني لازم يشتغل سينما اكاديميا، يشتغل سينما لأنه تبني عظم الممثل، تبني سينما.